بعد بث موحد عبر قنوات الدولة حملة تراحم تجمع أكثر من 140 مليون درهم لمساعدة المتضررين من البرد في بلاد الشام. المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات تصل لعدد كبير من المتضررين في بلاد الشام واللاجئين السوريين. مراكز استقبال التبرعات في الشارقة تلاقي إقبالا كبيرا من قبل الجمهور للمساهمة في حملة تراحم. السلام عليكم مشاهدينا ومستمعينا، أنا عايدة طاهر أقدم لكم أخبار الدار، ومباشرة نبدأ نشرتنا بالملف الخاص بحملة تراحم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. عبر بث موحد بين قنوات الدولة مساء اليوم حققت حملة تراحم التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي جمع تبرعات تخطت 140 مليون درهم تخصص لعون أشقائنا اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام، مع العلم بأن آخر إحصائية أشارت إلى أن عدد اللاجئين السوريين بلغ نحو 3 ملايين لاجئ. 3 فصول مضت وحالهم كما هي، وأوتاد خيامهم هي ملاذهم، لكن تلك الأوتاد ما عادت تصمد أمام ثقل الثلج. وإحنا قاعدين بالخيمة قامت هاي بتطلعين باركين بالبا قامت نزلت علينا. يا عمي شو بدنا نعمل؟ الشتاء الفصل الأكثر شراسة عليهم، فصل حول أوتاد خيامهم لقضبان ثلجية. ألم، خوف، جوع، صف كما تشاء، وإن صعب عليك الوصف فدع عينيك تجول بين خيامهم. أين نذهب؟ تساؤل يدور في خلد هذا الطفل الذي هرب من الحرب ليقع هو ومن نجا من أهله في حرب أخرى، لكن مع زائر أبيض لا يميز بين صغير ولا كبير. المشهد في مخيمات اللاجئين في بلاد الشام أكثر من آلام ومعاناة، فانظر حال هذا الوالد الذي يسعى لتدفئة أبنائه، وانظر لتلك الأم التي تجمد دمعها قبل أن تذرفه. يا أيتها الأم، هل توقف دمعك بردا أم توقف ظنا بغياب شمس الإنسانية؟ إذا كان السبب الأخير فلا تحزني، فها هم إخوانك جاءوك ملبين رافعين شعار تراحموا، متحدين تحت هدف واحد وهو مساعدة أهلهم في بلاد الشام. فبتبرعات انطلقت في 6 من هذا الشهر مرورا بحشد للتبرع سواء في مختلف مناطق الدولة أو بالتغطيات الإعلامية الموحدة من خلال بث موحد هدفه دعم عمل إنساني وهو عون اللاجئين من برد وصقيع لربما لن يكون الأخير. حملة تراحم لإغاثة 1 مليون لاجئ ومتضرر من برد الشتاء من إمارات الخير إلى أهلنا في بلاد الشام. للإغاثة أرسلوا تبرعاتكم على الحسابات التالية. كي نتعرف على الواقع الذي يعيشه أشقاؤنا اللاجئون في بلاد الشام، ننتقل معكم لمخيم اللاجئين السوريين في لبنان الذين يعانون برد الشتاء وقساوة الرياح وثقل الثلوج التي تراكمت فوق الخيام. العاصفة التي كللت لبنان بالأبيض حلت على اللاجئين السوريين في المخيمات كابوسا ألبس بعضهم ثوب الحداد، كما حملت معها قطعا للطرق وانقطاعا في الكهرباء وإغلاقا للمدارس وأضرارا في كثير من الممتلكات ساحلا وجبلا وعزلا لبعض القرى في المرتفعات. 8 أشخاص انقضوا بسبب الصقيع وعدم توفر المواد الأولية لمواجهة العاصفة، من بينهم 5 لاجئين سوريين، وكثير من الخيام تهاوت على ساكنيها فأجبروا على الانتقال إلى خيام أخرى.
لا صوبات لا شيء مدفع عليهم، لا في حرام ولا شيء، متنا من البرد امبارح. لا لباس لا محضرين شيء، الصوبات جاي نجيب النايلو والحطب، ما عندنا حطب جاي نحط النايلو بيوم، والولاد عم يمرضون، لبس ما بي جبدين الولاد ما بي شيء خالص. شدة الرياح ساحلا حملت امواج البحر الى الطريق العام، وادت الى اقتلاع الاشجار واللوحات الاعلانية في مختلف المناطق الساحلية. وفيما تنحسر العاصفة ساحلا تستمر في المناطق الجبلية والبقاع. طلع البحر دمرت المحل ودمر محلات تاني، في بيوت عالم هربت من قوة البحر، كما شايفين هناك في بيوت كمان عالم بعد هلا اليوم اجت بتنظف بيتها، وهون كمان نفس الشيء في بيوت كتير راحت وعالم بعد العالم هلا ما رجعت. انا بيتي على البحر فالموج فات على البيت وخرب الدنيا كلياتها، يعني الحمد لله هلا لما فات كل شيء يعني مبلبل بالمي فتضررنا كتير. هذا وتتواصل حملة تراحم لإغاثة المتضررين من العاصفة الثلجية بإشراف سفارة دولة الإمارات في بيروت، والتي ستطال 20,000 أسرة من المتضررين في مختلف المناطق اللبنانية. وإلى ذلك يستمر توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين في مختلف المناطق عبر الجسر الجوي الإماراتي. إنها الحصيلة الأولية للعاصفة المستمرة حتى نهاية الأسبوع، وإلى حينه لا يملك المتضررون منها إلا الدعاء بأن يكون القادم منها أخف وطأة وأقل ضررا مما سبق. حنان عيسى لأخبار الدار، بيروت. بلاد الشام ككل كان لها نصيب من الثلوج، ولكن أن يجتمع البرد مع حطام المنازل فذاك يجعل الهارب من القصف يواجه عاصفة ثلجية لا تسمح له أن يجد ملجأ أو مأوى من كل ذلك. فنتابع معا الوضع في الضفة الغربية بفلسطين. قطاع غزة استقبل عاصفة هدى كما باقي الدول العربية المجاورة، لكن بمنازل مدمرة وبنية تحتية لا أساس لها وواقع إنساني ومعيشي مستحيل احتاجوا فيها لمن يتذكر معاناتهم. فكانت حملة تراحم التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة للتخفيف عنهم. بنشكر دولة الإمارات والشيخ خليفة كمان على المساعدة وعلى كل حاجة بتفقدنا فيها في الجو السقعة والمطر، وربنا هيك يطلعنا ويطلع على الجمعية وبذل هالدمار اللي راح. يعني بشكر دولة الإمارات شكرا جزيلا، والله بشكرها كتير كتير الإمارات اللي ساعدتنا في هذه المساعدة. دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، أطلقت حملة كريمة بعنوان تراحموا لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة هدى. حملة إنسانية انطلقت لتستشعر هموم اللاجئين في بلاد الشام، إدراكا لحاجتهم لمن يمدهم بالقدرة على الصمود، في وقفة اعتاد عليها أهالي قطاع غزة من دولة الإمارات الشقيقة السباقة لإغاثة المتضررين في جميع الأزمات. هذه الحملة جاءت في وقتها في الوقت المناسب لنقدم الإغاثة ونقدم المساعدة للناس المتضررين والمعوزين والذين هم في أمس الحاجة للرحمة وللمساعدة والإغاثة. ستكون هذه الحملة تقدم الإغاثة والخدمة والمساعدة لعشرات الآلاف من الأسر المتضررة جراء الحرب وجراء المنخفض الجوي. بزيارة المناطق المدمرة تمكن الهلال الأحمر الإماراتي من الوصول إلى المتضررين لتقديم العون لهم، عسى أن تخفف اليد الواحدة لرحمة المتضررين من معاناة آلاف النازحين هنا. بمنازل مدمرة وأخرى آيلة للسقوط بلا كهرباء ولا حتى أدنى متطلبات التدفئة، هكذا استقبل أهالي قطاع غزة منخفض هدى لا يدفئهم فيه سوى لمسة حانية من دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان تراحموا. منى عوكل لأخبار الدار، غزة فلسطين. هذا وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قبل يومين قد وزعت مواد الإغاثة والمساعدات للاجئين السوريين في إربيل لمعاونتهم على تجاوز الأزمة الإنسانية التي تحيق بهم. مراسلنا في كردستان العراق نهاد الزين كان هناك وأتانا بالتفاصيل. هكذا هو حالهم منذ اندلاع العمليات العسكرية في بلدانهم وسط تخلي حكوماتهم عن أبسط احتياجاتهم المعيشية. دولة الإمارات
وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بإغاثة أشقائه العراقيين والسوريين الموجودين داخل إقليم كردستان العراق، توجه فريق من الهلال الأحمر الإماراتي بغية تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين في مناطق عدة داخل الإقليم، تمثلت في توزيع سلة غذائية ومياه شرب ضمن حملة سقيا الإمارات، فضلا عن فتح مراكز لتعليم الخياطة وأفران لإنتاج الخبز للنازحين. بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، توجه فريق الهلال الأحمر لتنفيذ الحملة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ويستفيد منها أكثر من 600,000 نازح من أشقائنا العراقيين، ونحن اليوم في أربيل وسنتوجه لمحافظات أخرى لدراسة الاحتياجات الرئيسية لهم. أزمة كبيرة تواجه لاجئي هذه المخيمات، ألا وهي افتقارهم لمراكز صحية ومدارس، كون أن ظاهرة الأمية بدأت تأخذ منحا خطيرا لأطفالهم، فضلا عن تفشي الأمراض الخطرة داخل المخيمات، بالإضافة إلى الأحوال الجوية السيئة ودرجات الحرارة المتدنية التي وصلت في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 درجات تحت الصفر. الدولة السباقة هي دولة الإمارات، ونحن طبعا نشكرهم باسمي وباسم كل الكم. هذول شيوخ الإمارات هم الوحيدين اللي هم يعني أول الناس جو، وهسه لحد الآن متواصلين معنا. 2.5 مليون لاجئ سوري ونازح عراقي تقريبا دخلوا إقليم كردستان، إلا أن هذه الأعداد لم تكن عائقا أمام مد يد العون لهم، فما تقدمه دولة الإمارات من دعم متواصل يجعلها السباقة في الاستجابة لجميع نداءات هؤلاء اللاجئين. هربوا من جحيم أعمال العنف، افترشوا الأرض والتحفوا السماء، حتى جاءت اللحظة التي أعلن فيها تلبية النداء الإنساني من قبل قيادة الإمارات الرشيدة برعاية أبوية، والتي طالما عرفت بمواقفها تجاه المظلومين، وهذا المكان خير دليل على ذلك. من داخل مخيم بحركة نهاد الزين، أخبار الدار. ويسعدنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار السيد خميس الباس السويدي مدير هيئة الهلال الأحمر بالشارقة، حياك الله معنا سيد خميس. يا مرحبتين. يعني حدثنا بداية عن الأهداف السامية لحملة تراحم، وخاصة وأنها تحمل هذا الاسم، يعني اسم تراحم. نعم تراحم، والله لا يخفي عليكم الآن ما شاء الله هدفنا، يعني ما شاء الله المراسلين والصور والفيديو وكل المشاهد التي طلعت في التلفزيون تعبر عن هذا الألم الذي أصاب أخواننا في بلاد الشام، ونحن هدفنا كيف هذيل الأخوان يعني نخفف من الآلام الذي هم فيها. وسيدي صاحب السمو ما قصر، قام بإطلاق هذه الحملة لإخواننا في بلاد الشام حتى نخفف المعاناة الذي يعانون من البرد والعاصفة التي أتتهم ومن المشاكل التي هم فيها. نعم صحيح. طب طبعا يعني حصيلة التبرعات التي تم جمعها عبر هيئة الهلال الأحمر إلى هذه اللحظات، يعني عندك فكرة كم وصلت؟ والله أنا أفتكر أنه وصلوا 145 مليون درهم. نعم. إن شاء الله، وفي مواد يعني غذائية، وإن شاء الله الجسر الجوي بيستمر إليهم إن شاء الله، والقافلات بالشاحنات إن شاء الله بتستمر حتى إن شاء الله نغطي هذه المناطق، والله يوفقنا إن شاء الله في تغطية إن شاء الله دائما. يعني ما هي المساعدات الفعلية التي تم إرسالها لإخواننا اللاجئين؟ والله في مساعدات اشتروها الجماعة من السوق المحلي. نعم. يعني عندنا لبنان، عندنا فلسطين، عندنا العراق، عندنا الأردن، اشتروا من السوق المحلي، وبعض الأشياء اللي يعني بتقوم يعني أساس يعني إن شاء الله القافلات اللي بتروح، والجسر الجوي اللي بينطلق يعني من أول طائرة، فيها البطانيات، فيها الأكل، فيها يعني الدفايات، فيها يعني كل المواد التي تخفف عن إخواننا الثقل الذي صب عليهم إن شاء الله. نعم طبعا المساعدات تباعا ترسل. تباعا نعم. نعم ترسل إن شاء الله، وهم بدوا يعني بدينا احنا في الهواء، والصور تشهد على هذا أن يعني نحن عيال زايد في الميدان موجودين نقدم الخدمات لإخواننا اللاجئين إن شاء الله
ويعني المشاهد تشهد. نعم صحيح. سيد خميس، هل هناك تنسيق بينكم او شراكه بينكم وبين الجمعيات الخيريه الاخرى الموجوده في الدوله، يعني يتم اخذ منها معونات او مساعدات نعم خيريه؟ نعم الشراكه موجوده من اطلقوا الحمله، شفنا الجمعيات الموجوده في كل اماره تبلغ الهلال الأحمر في الفرع الموجود أني أنا عندي مليون وعندي مليون ونص، فهذا التنسيق الموجود يدل على تلاحمنا مع بعض لخدمة إخواننا. وهذا يعني هذا السؤال أن يعني هذه المحنة اللي جاستهم والجمعيات كلها تشوف هذا الشيء، والتكاتف ما بيننا وبين الجمعيات الخيرية الموجودة في كل إمارة يدل على يعني حبنا للخير الذي ربانا عليه أبونا زايد الله يرحمه. نعم طبعا هناك جنود في هذا الميدان الخيري والإنساني سواء في الدولة أو حتى هناك تحت الثلوج. نعم. خبرنا أو حدثنا عن هذه الجهود هناك. والله في جنود مجهولين وفي جنود موجودين، الجهود موجودة والجنود هذين موجودين، ولكن كلنا في شكل مقارب واحد لخدمة يعني المحنة والمصيبة والمشاكل. الناس موجودين الآن، في عندنا ناس في ماليزيا، ناس في كل مكان، يعني لنا يعني يد بصمة موجودة. صحيح. يعني في كل مكان، يعني أمس ساروا جماعة إلى ماليزيا وقبل إلى الفلبين وإلى كل مكان، يعني موجودين في الهند في كل مكان، يعني تواجدنا في الإمارات. جزاكم الله خير يعني بوجودك اليوم معنا، يعني إذا كان هناك رسالة حاب توجهها للجمهور. والله الرسالة اللي أنا أبثها ومنها تلفزيونكم، سيادة تلفزيونكم الطيب هذا، أنا أتمنى اللي ما تبرع وشاف المشاهد هذه يعني اللي إذا ما يعني قلبه ما حن على هذه العجوز ولا حل على الطفل ولا حل، الله يعين. فأنا أتمنى أنهم إن شاء الله اللي ما تبرع يتبرع إن شاء الله ولو بالقليل، يعني لا تستهين بالقليل، تبرع يعني ما نقص من مال من صدقة، واطلب من المؤسسات والشركات المقيمة وأصحاب يعني أصحاب الشركات أصحاب الأيدي البيضاء أن لا يبخلوا على أخوانهم في هذه المحنة. أكيد طبعا. يعطيك العافية وجزاكم الله خير الله. السيد خميس الباس السويدي مدير هيئة الهلال الأحمر بالشارقة، شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، يرفع على مسامعكم بعد قليل أذان العشاء، وبعده نواصل نشرتنا ونبقى مع حملة ترحم. عودة جديدة لأخبار الدار، ونواصل ملفنا الخاص بحملة ترحموا. في التقرير التالي نوضح الجهود والاستعدادات التي قامت بها الجهات الخيرية في إمارة الشارقة على وجه الخصوص في مساعدة اللاجئين السوريين في بلاد الشام ضمن حملة ترحموا. حملة ترحموا، الحملة الإنسانية والنبيلة التي تحمل بين جناحيها الرحمة والتراحم للاجئين في بلاد الشام، والتي بدأت أعمالها بعد توجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. ها هي تفتح باب التبرعات لمساندة المتضررين من برد شتاء القارس، لتلقى تجاوبا سريعا في أيامها الأولى من قبل المؤسسات ومختلف أطياف المجتمع. هذا وتم تشكيل لجنة وطنية عاجلة للجهات الإغاثية وتوزيعها على كافة أرجاء الدولة للبدء بتنفيذ الحملة وتقديم يد العون من خلال جمع التبرعات، والتي وضعت هدفا لها توفير الدفء لمليون شخص من اللاجئين والمتضررين جراء العاصفة الثلجية في بلاد الشام. بدأت هيئة الهلال الأحمر بالانتشار في جميع المراكز التجارية وأيضا في الجمعيات الخيرية. حاليا عندنا مراكز في ميجا مول مرتكزين احنا موجودين، وعندنا في صحارى مول، وعندنا أيضا في سيتي سنتر، في عندنا أيضا في جمعيات الشارقة في الفرع حلوان، الرقة، الغافية، سويحات، مغطين جميع الأماكن. تركز حملة ترحموا على تقديم المساعدات الإغاثية سواء النقدية أو العينية الخاصة للمساهمة في التخفيف من برد الشتاء على أشقائنا في بلاد الشام، لتؤكد نهج الإمارات الإنساني وحب أبنائها في تقديم العون لكل محتاج. فنعم العمل الخيري الإنساني الذي يعكس أثر الرحمة والتراحم. وبهذا ما زالت الجهود المبذولة مستمرة ومتواصلة لهذه الحملة الإنسانية والنبيلة، حملة ترحموا.
لأخبار الدار ريم عيسى الشارقة. ولتسليط الضوء على جهود جمعية الشارقة الخيرية على وجه الخصوص، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية. أهلا بك. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم. نعم، بداية، ما هي المبالغ التي تبرعت بها الجمعية وأيضا المساعدات التي تلقيتموها من الجمهور؟ حقيقة بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. نحن من تلقينا الأمر بإطلاق حملة تراحم الذي أطلقها سمو الشيخ خليفة الله يطول في عمره رئيس الدولة، قمنا بتشكيل لجان برئاسة أخونا محمد حمدان هني، وعلى أساس يعرفون الدراسة بكاملة، فاتجهنا إن مع الهلال الأحمر بمليون ونص تم دفعها بما أعلنت قبل قليل، وتم دفع 500 ألف لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد، على أساس ندعم أخواننا في أسرع وقت، أخواننا اللاجئين السوريين في الأردن وفي لبنان. نعم، كيف تقومون بإيصال المساعدات العينية لإخواننا اللاجئين في بلاد الشام؟ حقيقة نحن قبل نحن مستمرين من بداية الأزمة، من بداية أزمة الإخواننا السوريين، ونحن ندعم أسر في الأردن، عندنا أكثر من 5000 أسرة في الأردن، بفضل الله محسنين وداعمين لخيرية الشارقة، هم يقومون بدفعها ونتم نحن إيصالها لهم من تجهيزات إيجار ومعدات لهم في استقرارهم. في الأونة الأخيرة قبل الإعلان تراحموا، بفضل الله نحن كنا متواجدين في الأردن وفي لبنان، وتم دعم أكثر من 1,500,000 درهم لشراء تجهيزات هاي قبل ما تي العاصفة، من تدفئة ومفارش وتجهيز المنزل استعدادا للشتاء. وفي لبنان نحن بفضل رب العالمين عندنا سيارة متنقلة للعلاج، ونعالج أكثر من شهريا أكثر من 3,000 لاجئ سوري على الحدود السورية اللبنانية. نعم. وتوجد لدينا، من ركزنا على المدرسة، أن تم فتح في لبنان مدرسة تضم أبناء اللاجئين السوريين اللي هم في لبنان، ندرسهم، الحمد لله العدد فاق 500 طالب من في هذه المدرسة. نعم، هل تستمرون في تلقي التبرعات لصالح حملة تراحم، وإلى متى يعني؟ والله نحن نقول كلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الأزمة تنتهي في أسرع وقت، ونحن مستمرين في دعمها، ونحن قائمين بمحسني هذه البلد الطيبة، ونقول لإخواننا هذا الوقت اللي للتبرع، فالإنسان ولو بدرهم ولو ب10 دراهم لا يستغنيها، يتبرعها سواء في جمعية الشارقة أو في أي مكان في دولة الإمارات من الجمعيات الخيرية المتواجدة، والحمد لله الكل يقوم بهذا العمل. ونحن بقيادتنا الرشيدة اللي هي دائما تحس هذا، نحن نعمل لإيصال هذه المساعدات في أي وقت إن شاء الله. نعم، هل من توجيهات وردتكم من حاكم الشارقة حول هذه الحملة؟ والله سمو الحاكم داعم رئيسي لنا لهذا العمل، وبنفسه نحن مستمرين، وهو دائما الخير والبركة لنا في هذه الجمعية، والجمعية هذه قائمة على حس سموه الله يطول في عمره ويزيد من الصحة والعافية، ونحن دائما نمشي، ما وصلنا إلى هذه المرحلة إلا بتوجيهاته وبدعمه لكل صغيرة وكبيرة، هو موجود معانا وهو اللي يوجهنا لنقوم بهذا العمل الكبير. جمعية الشارقة هي تغطي أكثر من 85 دولة، والحمد لله نحن متواجدين في كل المناسبات. نعم، إذن سعادة عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير. تم أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير بأبرز العناوين. بعد بث موحد عبر قنوات الدولة، حملة تراحم تجمع مبلغ 100
وأكثر من 145 مليون درهم. المساعدة الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات تصل لعدد كبير من اللاجئين السوريين. مراكز استقبال التبرعات في الشارقة تلاقي إقبالا كبيرا من قبل الجمهور للمساهمة في حملة تراحم.